يقول: هل إذا قطع الإنسان شجر الحرم الذي يزرعه الناس في ذلك شيء، وكذلك الذي نبت من حاله؟ الذي يزرعه الناس لا بأس بأخذه وقطعه، أما إذا كان نبت من المطر هذا هو الذي يمنع أخذه. إذا كان نبت من المطر هذا يسمى الكلا والعشب، فلا يجوز أخذه. والشجر الذي ينبت من السيول هذا لا يجوز أخذه إلا اليابس منه، ما دام أخضر وحي فلا يجوز أخذه. نعم.